الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا، أي حافظنا ومؤيدنا وناصرنا. وليس معناه أن الله تعالى كان حالا معهما في الغار، تنزه الله عن ذلك. فالله منزه عن الحلول والاتحاد، فهو سبحانه لا يحل في شيء، ولا في شخص، ولا في الكعبة، ولا في الأولياء، ولا في الأنبياء. فالحلول في الأماكن أو في الأشخاص هذا لا يجوز على الله، هذا تشبيه لله بخلقه. والله يقول: ليس كمثله شيء. فالله الذي خلقنا منزه عن الحلول والاتحاد. الحلول مثلا كما أن لون الشاي يحل في الماء الساخن، فاللون حل في الماء، أو السكر
عندما يذوب في الماء حل فيه، أو الملح عندما يذوب في الطعام حل فيه. هذه صفة المخلوق، هذه صفة المخلوق. الله منزه عن ذلك. فمعنى إن الله معنا يعني ناصرنا، حافظنا، مؤيدنا، وليس معناها أنه كان حالا معهما في الغار فهذا لا يجوز على الله، فهذا لا يجوز على الله. وعقيدة الحلول وعقيدة الاتحاد، أي على زعمهم أن الله والعالم اتحدا امتزجا فصارا شيئا واحدا، هذه عقيدة كفرية مكذبة للقرآن، لأن الله قال لم يلد ولم يولد. فالله سبحانه لا شبيه ولا مثيل له، فهو منزه عن القعود والجلوس، منزه عن أن يكون في مكان أو في كل الأماكن، لأن الذي له مكان هو محتاج لهذا المكان، والمحتاج عاجز، والعاجز لا يكون إلها. لذلك قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. وقال رضي الله عنه: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. وقال رضي الله عنه وأرضاه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. يعني الذي يزعم أن الله له حجم، أن الله له كمية، أن الله له شكل، أن الله له صورة، أن الله له طول أو عرض أو عمق أو سمك أو تركيب، هذا كافر بالله. هكذا يقول سيدنا علي رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. يعني ليس مسلما، ليس مؤمنا، غير عارف بربه. والمحدود هو كل ما له حجم، المحدود كل ما له حجم، صغيرا كان أو كبيرا. الذرة محدودة عند علماء التوحيد، الذرة محدودة، والعرش محدود. فمن الذرة وما هو أصغر منها، شو أصغر من الذرة؟ الجوهر الفرد. الجوهر الفرد أصغر حجما من الذرة. من الجوهر الفرد إلى الذرة، إلى حبة الملح، إلى حبة السكر، إلى حبة بذر الخردل، بذر الخردل، إلى حبة بذر الخردل، إلى حبة بذر السمسم، كل هذا له حد. ثم بعد ذلك، يعني شوفوا هذه الأمثلة اللي ضربناها، من الجوهر الفرد الذي هو في الصغر، في الصغر بحيث أن العين المجردة لا تراه، والذرة التي نراها في أشعة الشمس، الذرة اللي هي الهباء، الهباء الذي نراه في أشعة الشمس عندما يكون في البيت نافذة، قوة أو طاقة أو شباك، تكون أشعة الشمس داخلة، في أشعة الشمس نرى شيئا كالغبار، مش غبار، هيدا اسمه الهباء، هذا الذي نراه
يتطاير بكثرة بالملايين، هذا شو اسمه؟ الهباء، ويقال له الزر، ولمفرده الزرة. تحطي ايدك عليهم هيك ما بتحسي انك لمستيهن، ما بتحسي انك لمستيهن. تعملي ايدك هيك وبتسكري ايدك بتطلعي ما بتشوفي شيء. هذا من صغرها، هذا من صغرها. طيب اكبر من ذلك حبة الملح، لانه حبة الملح لو حطيتيها بباطن كفك بتشوفيها. واكبر من ذلك حبة السكر، الى ان تصلي الى الاحجام التي هي بعد ذلك، واكبر من ذلك الى حبة الحنطة. يعني في مراحل لتوصل الى حبة الحنطة، في مراحل الى ان تصل الى حبة الحنطة، وبعد ذلك مراحل الى ان تصل الى حبة الحمص، وبعد ذلك مراحل الى ان تصل الى حبة العنب، وبعد ذلك مراحل الى ان تصل الى حبة الجوز، وبعد ذلك الى البرتقال، وبعد ذلك الى البطيخ، وبعد ذلك الى حجم الخروف، وبعد ذلك الى حجم الانسان، وبعد ذلك الى حجم الشجره، وبعد ذلك الى حجم الجبل، الى حجم البحر، الى حجم الارض، وهكذا الى حجم العرش الذي هو اعظم المخلوقات حجما. العرش هو اعظم المخلوقات حجما، مش قدرا رتبه، لا، شانا وقدرا. أعظم المخلوقات رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم المخلوقات قدرا وفضلا ورتبة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما في الحجم، في المساحة، في المسافة، في الامتداد، في الاتساع، فالعرش، العرش هو أكبر مخلوقات الله حجما. تخيلوا إذا كانت الجنة التي عرض السماوات والأرض، وأقل مسلم في الجنة له كهذه الدنيا على عشر أمثالها، فكم تكون مساحة الجنة؟ مع ذلك العرش أوسع من الجنة مساحة ومسافة، مع ذلك العرش أوسع مساحة وأكبر مسافة من الجنة. إذن هل انتبهوا معي؟ من الذرة وما هو أصغر منها اللي هو شو قلنا؟ الجوهر الفرد، إلى حبة بذر الخردل اللي هي صغيرة جدا، يعني كل أربع حبات من بذر الخردل بيعملوا قدر حبة سمسم واحدة تقريبا. طيب هذه الأحجام من أصغرها إلى أكبرها وهو العرش، من خلقها؟ من أوجدها؟ من جعلها على ما هي عليه؟ فهو لا يشبهها، خالقها فلا يشبهها سبحانه. لذلك قال سيدنا علي: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. شو يعني المحدود؟ قلنا ما له حجم، صغيرا كان أو كبيرا. فكل شيء له حجم مخلوق، كل شيء له حجم فهو مخلوق، كل شيء له كمية فهو مخلوق. الله خالق الأحجام، الله خالق الكميات، لأنه قال في القرآن: وكل شيء عنده بمقدار. هو خالق المقادير، هو سبحانه خالق المقادير والكميات والأحجام، فلا يكون حجما ولا يكون ذا مقدار
ولا مساحة ولا مسافة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا سمك ولا أدوات ولا جوارح ولا تركيب، لأنه الخالق، والخالق لا يشبه المخلوق، والخالق لا يشبه المخلوق. إذن هذا معنى ما قاله سيدنا علي رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. شو يعني فقد جهل الخالق المعبود؟ أي هو كافر به. ماذا قال أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل رحمه الله؟ من جهل الله كان كافرا به. هذا كمان شرح لقول سيدنا علي. سيدنا علي بيقول فقد جهل الخالق المعبود، يعني هذا ما عرف الله. اللي بيعتقد، بيتخيل، بيتصور انه الله له حجم، او الله له كمية او مساحة او مسافة، او قاعد او جالس او جسم او صورة او شكل، سيدنا علي عم بيقول عنه هذا كافر، عم بيقول هذا منه مسلم، هذا ليس عارفا بربه، ليس عارفا بالله. من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. وشو قال أبو الحسن الأشعري؟ من جهل الله كان كافرا به. كان كافرا به يعني هذا منه مسلم، يعني هذا ليس مسلما. وانتبهوا معي، لما علماء التوحيد، علماء العقيدة يقولون الله ليس بمحدود، يعني ما له حجم بالمرة، ما له كمية بالمرة، لا كمية صغيرة ولا وسط ولا كبيرة، مثل ما شرحنا بالبداية. فإذا قول علماء التوحيد عن الله عز وجل ليس بمحدود، يعني ليس له كمية بالمرة وليس له حجم بالمرة، وليس معناها هذه العبارة، هذه الكلمة، ليس معناها ما يتخيله بعض الكفار من أن الله ممتد ومتسع إلى غير نهاية. بعض الجهال هيك بيظنوا لما بيسمعوك عم بتقولي الله ليس بمحدود، شو بيتخيلوا؟ بيظنوا إنه الله ممتد متسع إلى غير نهاية. هذا كفر، لأنه كل شيء له حجم، لو قال كبير جدا 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 هذا مخلوق. هذه قاعدة خلوكم نذكرين دائما، كل شيء له حجم مخلوق، كل شيء له كمية مخلوق، كل شيء له مكان مخلوق، كل شيء له كمية وصورة وحجم وأعضاء وهيئة وخيال وطول وعرض ولون وصورة مخلوق، فالله منزه عن كل ذلك. هذا معنى قول سيدنا علي: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. شو يعني فقد جهل الخالق المعبود؟ يعني كافر بالله، يعني ما عرف الله. كما قال أبو الحسن الأشعري، ماذا قال؟ من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به. كلام كتير صريح، كلام كتير واضح. فمن شبه الله بخلقه ليس مسلما. من نسب لله المكان، الجسم، من نسب لله القعود، الجلوس، من نسب لله التنقل من مكان إلى مكان، من نسب لله أنه حال في كل الأماكن، كافر ليس بمسلم، كافر بالله. هذه نصوص العلماء، هذا قول سيدنا علي أمير المؤمنين، باب مدينة العلم، ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فقد جهل الخالق المعبود. من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود، يعني ليس مسلما. وهذه أقوال الأشعري اللي ذكرناها هلأ: من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به.
وماذا قال الفقيه المحدث الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي؟ من اعتقد، يعني ومن قال كمان، من اعتقد أن الله قاعد على العرش أو أنه ضوء ملأ السماوات والأرض فهو كافر بربه، انتبهوا، فهو كافر بربه وإن زعم أنه مسلم. يعني لو قال عن حاله أنا مسلم ما بينفعه، نعم هو كافر وإن زعم أنه مسلم. عم بيقول من اعتقد أن الله جسم قاعد على العرش أو أنه ضوء ملأ السماوات والأرض فهو كافر بربه وإنه غير مسلم ولو زعم أنه مسلم، ولو زعم أنه مسلم. هذه نصوص العلماء، هذا كلام العلماء. وقال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: إن الذي كيف الكيف لا كيف له، لا كيف له، الذي خلق الأشكال والأحجام والهيئات ليس كذلك، الخالق لا يشبه المخلوق. إن الذي كيف الكيف لا كيف له، إن الذي أين الأين لا أين له. هذا كلام سيدنا علي، وهذه الأقوال الأربعة اللي ذكرناها هلأ عن سيدنا علي هي من جواهر علم العقيدة، من جواهر علم العقيدة. وقال ابنه، وقال ابنه سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ونحن الآن في أيام عاشوراء في ذكرى مقتل واستشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان من أحب خلق الله إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا، تصوروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون على المنبر خطيبا في الناس، فيقبل الحسين وهو طفل، يقبل إلى المنبر فينزل الرسول، الرسول ينزل عن المنبر فيلتزم الحسين، يلتزمه، يحمله، ثم يرجع به إلى المنبر، ثم يرجع به إلى المنبر. هذا الحسين وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما، قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحب حسنا وحسينا فأحب من يحبهما. الرسول دعا للمسلم المؤمن الذي يحب الحسن والحسين بأن يحبه الله، الرسول دعا بذلك. الحسين رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال؟ اسمعنا وانتبهنا واحفظنا في تنزيه الله عز وجل، يقول: نوحده ولا نبعضه، نوحده ولا نبعضه. شو يعني نوحده؟ يعني نعتقد فيه أنه واحد لا شريك له، واحد لا مثيل له، واحد لا ضد له، واحد لا شبيه له، ليس جسما فلا يقبل الانقسام. هذا معنى نوحده. الجسم، الجسم هو الذي يقبل الانقسام، الجسم. سيدنا الحسين يقول عن الله: نوحده ولا نبعضه، لا نعتقده جسما يتجزأ. الجسم هو الذي يتبعض، الجسم هو الذي يتجزأ، يقبل الانقسام والتجزؤ. الله ليس جسما
فلا يقبل الانقسام. لذلك قال سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه: نوحده ولا نبعضه، لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس. شو يعني لا يعرف بالحواس؟ يعني منزه عن الأعضاء، يعني منزه عن الأعضاء، منزه عن الأذن، منزه عن الأذن، يسمع بلا أذن، وسمعه أزلي أبدي، منزه عن الحدقة، لا يرى بشحم ولحم، لا، إنما يرى الأشياء برؤيته الأزلية الأبدية. هو يرى سميع بصير لكن بلا حدقة ولا أذن، وسمعه ليس كسمع المخلوقين سبحانه، وبصره أي الرؤية ليس كبصر المخلوقين، لا، نحن نرى الأشياء ببعد وقرب، ونرى أشياء مشوشة وأشياء واضحة، ونرى بشحم وشعاع، هذه العين شحم. الله منزه عن كل ذلك، فالله ليس له أذن وليس له صماخ وليس له خرق وليس له عظم وليس له حدقة وليس له بؤبؤ وليس له جارحة وليس له حجم، لأنه ليس جسما فلا يتصف بصفات الجسم. هذا معنى ما قاله سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه: نوحده ولا نبعضه، لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس، أي لا يشبه الناس ولا الناس يشبهونه. فالله تعالى لا شبيه له بالمرة، لا يشبه الروح ولا الريح، لا يشبه الضوء ولا الظلام، لا يشبه الإنس ولا الجن، لا يشبه البهائم ولا الملائكة، لا يشبه الغيوم ولا الماء، لا يشبه شيئا من كل خلقه، لأنه قال في القرآن: فلا تضربوا لله الأمثال. فالله تعالى لا يشبه أحدا من كل مخلوقاته. لذلك قال الولي الصالح الفقيه الإمام العالم ثوبان بن إبراهيم ذنون المصري رحمه الله: مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. هذا ينبغي أن يحفظ، هذا الكلام ينبغي أن يحفظ: مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان كل ما خطر على باله من صور وألوان وأحجام وهيئات وكيفيات وتخيلات فالله لا يشبهه أبدا، ليس له شبيه بالمرة، ولا بوجه واحد ولا بكل الوجوه ولا من طريق ولا من كل الطرق، لا شبيه له بالمرة. لذلك قال العلماء: من شبه الله بخلقه ولو بصفة واحدة من صفات الخلق فقد كفر. من شبه الله ولو بصفة واحدة من صفات الخلق فهو كافر. هذا معنى ما قاله سيدنا علي رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. فإذا الله منزه عن الحلول والاتحاد وعن القعود والجلوس وعن الحركات والسكنات وعن الاتصال والانفصال، كل هذا لا يجوز على الله. إذا ما معنى لا تحزن إن الله معنا؟ إن الله معنا يعني حافظنا، مؤيدنا،
ناصرنا، وليس معناها أنه كالهواء كان مخالطا لهما في الغار. هذا لا يجوز على الله. من اعتقد أن الله حال في الأشياء هذا أكثر من المجوس. لذلك عقيدة المسلمين لم يلد ولم يولد، ليس أصلا لغيره وليس فرعا عن غيره. وهذه الآية الشريفة لم يلد ولم يولد نفي للمادية والانحلال، نفي للمادية والانحلال، أي أن الله لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل فيه شيء لأنه ليس كمثله شيء. فهذه الآية الكريمة تنفي ذلك عن الله، لم يلد ولم يولد نفي، نفي للمادية والانحلال. ولذلك قال الحافظ السيوطي في كتابه الحاوي، ولذلك قال الحافظ السيوطي في كتابه الحاوي: من قال بالاتحاد والحلول فهو كافر بإجماع الأنبياء وكل المسلمين. استعمل اللفظ بإجماع الأنبياء، بإجماع الأنبياء وكل المسلمين. فمن يقول بعقيدة الاتحاد والحلول هذا عدو الله، ليس مسلما. فيجب الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى يؤيد أنبياءه وينصر أولياءه، لكنه لا يحل فيهم، منزه عن الحلول والاتحاد. وفي الآيات التي بدأنا بها المجلس دليل قرآني على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، لأن الله قال: إلا تنصروه فقد نصره الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي ولد في مكة المكرمة ونشأ فيها، ترعرع فيها بالصدق والأمانة، بالعفة والطهارة، بالنزاهة والرزانة، عرفه أهل مكة فسموه الأمين، فسموه الأمين. حتى الكفار، حتى المشركين شو كانوا يسموه؟ الأمين. ليش؟ لأنه نعرفه أنه صادق طاهر أمين، لم يجرب عليه رذيلة ولو مرة في عمره، لم يجرب ذلك ولو مرة، لو مرة واحدة ما رأوا منه ذلك، ما حصل منه ذلك في كل عمره، ما رأوا منه رذيلة في كل حياته التي خالطوه فيها، ما رأوا منه كذبة واحدة حتى في طفولته، كذبة واحدة لم يجرب عليه، حاشاه، لم يروا منه سفاهة، لم يروا منه دناءة، لم يروا منه خيانة. من طفولته إلى شبابه إلى أن نزل عليه الوحي. تخيلوا، عم بيحاربوه المشركين الكفار، يحاربونه ويقاتلونه لأنه جاء بالإسلام، ويسمونه الأمين، ويسمونه شيء عجيب، بيعرفوا أمانته، يعرفون أمانته، ولم يجربوا عليه إلا الصدق والطهارة والعفة ومكارم الأخلاق، لم يروا منه إلا الأعمال الحسنة، ومع ذلك حاربوه وجردوا سيوفهم لقتاله وللتآمر عليه. ليش؟ لأنه جاءهم بالتوحيد،
كانوا يعبدوا الأصنام، يعبدوا الأحجار، يعبدوا الأوثان، النجوم، الأشجار. لما إجا قال لهم قولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله تفلحوا، ما أعجبهم، وهم يعرفون طهارته وصدقه وأمانته، لكن لأنه دعاهم إلى التوحيد، لأنه دعاهم إلى عبادة الله الواحد، لأنه نهاهم عن الشرك والكفر والضلال، لأنه أمرهم بالصدق، أمرهم بأن يرحموا الصغير ويحترموا الكبير، أمرهم بأن يعطوا المرأة حقها وأن لا يدفنوا البنات وهن على قيد الحياة، ما أعجبهم ذلك، عايشين مثل البهائم. تخيلوا من السخافات اللي وصلوا لها، كانوا وصلوا إلى حالة يصنعون الصنم، يصنعون صنما من تمر ويعكفون على عبادته، يعدوا يعبدوه عزعمهم، فإذا جاعوا أكلوه. سخفاء، سفهاء، سخفاء، سفهاء، يصنعوا صنما من تمر ويعبدوه فإذا جاعوا أكلوه، وبعد قليل يخرجونه برازا، بعد شوي تمشي بطونهم فيخرجونه برازا تعافه الأنفس. من شوي عزعمهم كانوا عم يعبدوه، تحول إلى غائط، إلى براز. هل هذا الفعل إلا فعل السفهاء؟ هؤلاء السفهاء هم الذين أغروا سفهاءهم أيضا برسول الله وعلى رسول الله، فسلطوا عليه الغلمان، وسلطوا عليه العبيد، وهم بألسنتهم كادوا له إلى أن وصلوا إلى ضربه بالحجارة، ثم إلى التآمر على قتله، عندما اجتمعوا في دار الندوة، وهذه دار لهم، كانوا يجتمعون فيها ويتشاورون في أمورهم، وكان جاء إبليس متشكلا بهيئة شيخ، شيخ يعني رجل كبير في السن، نجدي من أهل نجد، وحضر معهم في الاجتماع. صار كل ما واحد يعطي رأي إبليس يرده وينقضه وينتقده، إلى أن قال أبو جهل وبعض السفهاء نأتي من كل قبيلة بشاب جلد ونعطيهم السيوف، فيدخل عليه فيضربونه ضربة رجل واحد، يعني مثلا بيجمعوا 10 شباب مثلا أو 15 أو 20 أو أقل، من كل قبيلة بيجيبوا شاب بيعطوه سيف، بيفوتوا هالشباب المجموعة بيضربوا النبي عزعم هذا الخبيث أبو جهل ومن معه، فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فيصعب على بني عبد المطلب، أولاد عبد المطلب وبني هاشم، يصعب عليهم أن يأخذوا بالسأر، أنه بيصير بدهم يقاتلوا كل القبائل. فماذا قال إبليس؟ هذا هو الرأي، أعجبه هذا الرأي، فشجعهم عليه، واتفقوا وتآمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. ونزل جبريل الأمين عليه السلام يخبر النبي بما اتفقوا عليه، ويأمره
أن لا يبيت تلك الليلة في فراشه. فطلب صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه، يعني سيدنا محمد بعد وراء سيدنا علي اللي هو ابن عمه وصهره زوج بنته السيدة فاطمة رضي الله عنها، وكان تربى عند رسول الله، وهو أول من أسلم من الصبيان، يعني اتبع الرسول وكان صبيا، أسلم واتبع الرسول وهو صبي، ونشأ عند الرسول، وكان الرسول آخى بينه وبينه، يعني هو خيل الرسول في المؤاخات. فضائله كثيرة سيدنا علي، فضائله ومزاياه كثيرة. الحاصل بعث وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمره الرسول، أمر سيدنا علي، قال له بت على فراشي هذا، يعني نام على فرشته، وتسجى اضغطى ببردي الأخضر هذا، رداء الرسول الأخضر، يعني كيف مثلا بنقول الشرشف مثلا، كان موجود على الفراش. قال له الرسول لسيدنا علي نام على فراشي واتغطى بهذا الرداء بهذا البرد الأخضر، فإنه لن يصل، اسمعوا هالكلام، فإنه لن يصل أحد منهم إليك بشيء تكرهه. الرسول يخبر بيقين لأنه يتكلم بالوحي، واثق بربه متوكل على الله، وهذا علم، وهذا علم من أعلام نبوته، لأنه حكي عن شيء قبل ما يحصل وحصل كما قال الرسول. لأنه بالفعل هل تأذى سيدنا علي شيء؟ لا. هل حدا قدر يضربه بسيف بخنجر؟ ما قدروا يوصلوا له، معناته تحقق ما قاله الرسول، فإنه لن يصل أحد منهم إليك بشيء تكرهه. فسيدنا علي البطل الشجاع الجريء أسد الحروب نام في فراش الرسول، وهون شرف لسيدنا علي وعز وفخر وبركة. نام سيدنا علي في فراش رسول الله وتسجى ببرده، وهو يعرف أن في الأمر مخاطر في الأصل، يعني ليش؟ لأن الكفار أحاطوا بالبيت، حاصروا بيت الرسول ويريدون قتله. سيدنا علي نام مطمئنا لأن الرسول بشره وأخبره أنهم لن يصلوا إليه، لن يصلوا إليه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهم محيطون ببيته الشريف، يمشي بينهم وهو يقرأ من بداية سورة ياسين ويضع التراب على رؤوسهم، يضع التراب على رؤوس المشركين الذين هم حول الدار حول البيت. وخرج إلى أبي بكر الصديق الذي كان قد هيأ زادا وراحلة لرسول الله للهجرة، وكان قبل ذلك أبو بكر رضي الله عنه يستأذن الرسول في الهجرة فيقول اصبر لعل الله أن يجعل لك صاحبا. ففهم أبو بكر أن الرسول يعني نفسه، فاشترى ناقة لرسول الله وناقة له، وصار يطعمهما كل يوم ويهيئ الأمر وينتظر. فلما جاءه الرسول عرفه، كان قد هيأ الأمر، فخرجا في طريق الهجرة. وفي هذه الأثناء بعض المشركين يراهما فيأتي ويقول من تنتظرونها هنا؟ فيقولون محمدا، فيقول إن محمدا قد خرج وقد خيبكم الله. فدخلوا الدار فلم يجدوا إلا عليا رضي الله عنه، لكن قبل أن يكشف
رأوه مسجا فظنوا أن النبي ما زال في البيت، فلما كشف سيدنا علي عن نفسه عرفوا أن الله قد خيبهم. ووضعت قريش بزعمها جائزة ضخمة 100 من الإبل لمن يأتيهم برسول الله أو يدلهم عليه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذهب ومعه أبو بكر ودخلا الغار، غار ثور، وجاء الطلب من المشركين، جاء الطلب من المشركين، صار عم يفتشوا، وطلبوا القفائين يلي بيطلع بالطريق بيعرف إذا حدا مرق، وأعلنوا الخبر في الناس وبحثوا وفتشوا وانتشروا. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل الغار قال له أبو بكر: مهلا يا رسول الله، لا تدخله حتى أكون أنا أول من دخله، فإن كان فيه شيء كان لي دونك يا رسول الله. يعني إذا في شيء خطر، شيء بيأذي، بيطلع فيني أنا وما يطلع فيك أنت، لا يكون لك. فدخل أبو بكر وجعل يأخذ من ثيابه ويسد الثقوب، الفتحات التي في الجدران يسدها بثوبه حتى بقي ثقب في الأرض ولم يبقى معه شيء، فألقمه بعقب رجله، حط عقب إجره في الثقب الذي في الأرض وجلس. بعدما نظر في الغار وعرف أنه ما عاد فيه ما يؤذي الرسول، دخل الرسول فوضع الرسول رأسه الشريف على فخذ أبي بكر ونام. في هذه الأثناء جعلت الحيات تلسعه في عقب رجله، تلسعه وهو لا يرفع رجله خوفا على رسول الله، لكنه يتألم. تخيلوا أنتم حيات تلسعه وهو لا يحرك رجله، رأس الرسول على فخذه، ويخاف أن يرفع عقبه عن الثقب فيخرج حية تؤذي الرسول، فزع خاف. فجعل يمسك نفسه إلى أن انهمرت دموعه، وهو رضي الله عنه كان نحيل الجسد لكنه كان جريئا شجاعا كما وصفه سيدنا علي رضي الله عنه يوم أجمع الكفار عليه عند الكعبة. ماذا قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: لم يفرقهم عن رسول الله، يعني الكفار والمشركين، إلا الصديق. أقبل إليهم وجعل يفرقهم عن رسول الله، فتركوا الرسول وأقبلوا عليه، فجعلوا يضربونه وينتفون شعره حتى أغمي عليه. لكن ماذا فعل؟ أنقذ الرسول وحمل إلى بيته مغمى عليه. فلما جعلوا يصبون عليه الماء وأمه وزوجته تقولان له اشرب، يقول: والله لا أشرب حتى أرى رسول الله. بده يطمئن أن الرسول بخير، يقولوا: هو بخير، هو بخير بحمد الله، يقول: حتى أراه. هذه جرأة أبي بكر الصديق. أبو بكر كان جريئا شجاعا في الدفاع عن الرسول وفي نصرة الحق والدين والإسلام. الحاصل استيقظ الرسول وسأله عما به فأخبره، فدعا له الرسول فبرئ، دعا له فبرئ في لحظتها. ولما جاء الكفار وأرادوا أن يبحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى لا يعجزه شيء، هو على كل شيء قدير. ماذا حصل؟ جاءت حمامة وحشية، حمامة وحشية،
فباضت على فم الغار ورقدت على بيضها، وخيط العنكبوت على فم الغار، نسج خيوطه، العنكبوت نسج خيوطه على فم الغار. فماذا قال بعض الكفار؟ قال: لو كان هنا لطارت الحمامة، ما بقيت مكانها، ولكانت خيوط العنكبوت قد أزيلت. إذن الغار ليس فيه أحد، إذن الغار ليس فيه أحد. فرجعوا، قال أبو بكر: يا رسول الله، هذا الطلب، يعني إجوا المشركين الكفار. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. شو يعني حافظهما، مؤيدهما، ناصرهما، وليس بمعنى الحلول كما شرحنا. وهكذا أعمى الله تعالى على أبصارهم، أعمى الله أبصارهم، فلم يصلوا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الهجرة حصلت أمور كثيرة ودروس وعبر وعجائب وغرائب. من هذه العجائب والغرائب ما حصل لحاضنة رسول الله أم أيمن الحبشية، التي كانت حاضنة لرسول الله وبقيت على قيد الحياة إلى أن بعث، فآمنت به واتبعته وكانت عجوزا، فأسلمت وآمنت وحسن حالها وصارت ولية، وبقيت على قيد الحياة إلى أن هاجر، فخرجت مهاجرة صائمة ماشية، وفي طريق الهجرة ما عادت تستطيع تكمل، عجوز صائمة مهاجرة مشيا مش عالدابة، في الطريق وقعت على الأرض ما عادت تستطيع تكمل، وهي على الأرض إذ بصوت سلسلة فوق رأسها، سمعت صوت سلسلة في دلو وسلسلة فوق رأسها، رفعت رأسها فإذا بدلو قد نزل من السماء فيه ماء بارد زلال فرات، فأخذته وشربته فقويت وتنشطت، فقامت ومشت وأكملت ووصلت، وعادت بعد ذلك إلى مكة وكانت ترى في الحر الشديد تطوف حول الكعبة ولا تعطش، تطوف حول الكعبة ولا تعطش. ومن هذه العجائب والغرائب من كرامات وبركات الهجرة ما رواه الحافظ البيهقي من حديث أنس أن المهاجرة العمياء، صحابية عمياء، هاجرت بولدها ولحقت الرسول من مكة إلى المدينة. لما وصلت إلى المدينة وضعت ولدها الصغير، طفل، وضعت ولدها وأرادت أن تذهب لقضاء حاجة لها، في غيابها مات ابنها، فسجي غطوا، فلما جاءت قيل لها: احتسبي ولدك، نصبغي ميت ابنك. وهي عمياء صحابية هاجرت من مكة إلى المدينة، لحقت الرسول لنصرته. ماذا فعلت هذه المؤمنة الصابرة الواثقة القلب بربها؟ قالت: اللهم إنك تعلم أنني ما هاجرت إلا محبة بك واتباعا لرسولك، فلا تشمت الأعداء في يا رب. فإذا بولدها الميت يتحرك من تحت الكفن، أحياه الله لها يتحرك من تحت الكفن. قال أنس: فقام
وطعم قعد يأكل، وطعمنا معه أكلنا معه، وعاش الغلام إلى زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بركات الهجرة كثيرة، لكن من العبر التي تؤخذ منها الثبات على الحق والصبر على المشقات وعدم التخلي عن الحق وعن أهله مهما عظمت المصائب ومهما كبرت البلايا ومهما تداعت المحن، لا نترك الحق ولا نتخلى عن الإسلام ولا نتراجع عن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبطل من يتقي الله، والبطل من يخرج من الدنيا على الإسلام. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله.